اختلف الكبار كثيراً عن السبب في الحب، هل هو القلب أم العين؟ وذلك لأن الكبار قد نضجوا ونسوا أن السبب في الحب يكون أحياناً الأذن. هو أطفال صغيرة جداً كل ما يشوفوني أعمل بطوط أعمل بطوط، حتى الكبار على فكرة، يعني الكبار بيستمتعوا بيضحكوا، يعني مش عارف إيه اللي بيضحك أبي بابا في الصوت ده. أهلاً واتسون، وجدنا الحل. سنختبئ هنا إلى أن يعود مورياتي لإحضار التمثال. وصعدت إلى تاكسي. بمجرد ما أني ألقيت السلام عليه التفت الشوفير السائق بسرعة، التفت لإلي وقال لي جراندايزر. انقل جراندايزر إلى مختبرنا وأصلح ذراعه بسرعة. هيا، ما الغرض من هذا؟ دع الأمر لي وحاول يا ماريا أن تخطف انتباه. ولما بيعرفوا من ولادي ان مامتهم هي اللي عامله صوت واندا، بلاقيهم بيكلموني في التليفون، بليز يا طنط اعمل لنا صوت واندا. يعني احنا كنا بنحبها قوي، لان واندا دي كانت ام سحريه وكانت بتحقق لتيمي كل احلامه. وهي ليها حتى جمله مشهوره قوي، انا اقدر احقق لك كل احلامك يا تيمي، تحب احقق لك ايه النهارده؟ إذا رأيتهم في طريقك فلن تنتبه لهم، ولن تستطيع تفرقتهم عن المارة العابرين، رغم أنهم قد أثروا في حياتك بعمق، وقد تشكل وعيك وأحلامك بفضل أصواتهم التي ملأت طفولتنا بالخيالات الملونة. أنا نصر عناني، مواليد حلحول 1955. بالقطاع الخاص كنت ممثلاً في التلفزيون ومخرجاً لأعمال الكرتون للأطفال. يلعب في حرص وتفان، يرقى ويغرر ويسدد. لا نعرف مكانها. لا، لو كنا نعرف مكانها. لو كنا نعرف مكانها. سهى عرابي، الصوت أهم من الصورة، وعايزة أفضل محافظة على ده الحقيقة. يعني عايزة أفضل محافظة على مساحة الخيال اللي في دماغ الأطفال. لو عرفوا شكل سهى عرابي الحقيقي، حاسة أنه ده ضد خيالهم. وكنت محظوظة قوي أن أنا اشتغلت من وأنا عندي 11 سنة مع والدي الله يرحمه، وكانت بداياتي في مسلسل كان في الثمانينات، كان مشهور قوي ساعتها، كان اسمه الاسم المصري كان كوكي العجيب. يعني غالباً ما تبدأ المواهب بالظهور في الطفولة في البيت أو في المدرسة، بس التركيز في المدرسة لأنه هناك نشاطات فنية يمكن أن تظهر موهبة التلميذ، إذا كان هناك نشاطات مسرحية أو إلقاء شعر أو هالنشاطات اللي تتطلب أحاسيس مشاعر تنبئ في المستقبل أنه قد يكون هذا التلميذ صاحب صوت جميل، مطرب، أو إنما إذا تميز بأحاسيس معينة ومشاعر حلوة أنه يكون ممثل مثلا. عملت شوية كارتونز، شوية دبلجة، بس كانت بتروح وبتيجي، يعني ما كنتش مهتمة قوي يعني. بس لما عملت بطوط ده كان لأنه كان صوت صعب وأنا بعمله من صغري، فكنت حبه يعني، استمريت فيه 8 سنين تقريبا. أول ما طلعت على التي في عملت صوت بطوط على الهواء في بيروت، ومن وراها أصلاً كلموني هنا في مصر علشان أعمل الدبلجة، لأن هم ما كانوش يعرفوا. بس لما شافوني على التلفزيون بعمل الصوت ده فقالك هو ده، جابوا رقمي، كنت في بيروت، تقدر تعمل بطوط؟ قلت لهم آه طبعاً، إحنا سمعناك.
طيب ممكن تعد من 1 لـ10 ببطوط، كل ده على التليفون، تك تك تك، ديل، تعالى مصر عشان تسجل. فكنا بنتكلم مع القطط والكلاب من خلال البلكونة. يمكن هو ده، هي دي البداية. هي كده مثلا كنت ايوه افتكرت امتى طلع الصوت ده معي اول مرة. دلوقتي افتكرت لما جيت على البلكونة، القطط لما كانت بتتخانق لما كانت، فانا كنت بقى عشان انا كنت بحب القطط جدا، يعني كنت بعشق حاجه اسمها القطط لغايه دلوقتي، فبيطلع معايا الصوت ده. فهو انا افتكرت دلوقتي طلع امتى. شكرا انكم فكرتوني، على فكره كنتوا لازم تيجوا من زمان. والحقيقه انا من طفولتي كنت احب تقليد الاصوات. على سبيل المثال كنت أستمع مثلاً إلى مذيعين في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أقلدهم، أستمع إلى مذيعين في صوت العرب أقلدهم. فمن هناك بدأت الأمور تتضح في ذهني، وتوجهت إلى القاهرة ودرست الإخراج والتمثيل المسرحي هناك على يد أساتذة كبار. يعني أنا من الأعمال التي قدمتها لن أستطيع أن أحصر، لكن أستطيع أن أقول لك حوالي 200 مسلسل كرتون، ما بين ممثل ومعلق ومخرج مشرف فني على الأعمال. شكرا على المساعدة، بدلا شكرا لك للمساعدة، شكرا على المساعدة. وبعدين بطئ إيقاعها شوي الجملة الأولى وسرع شوي الجملة الأخيرة. الاسم مسروق. إذا أردت أن تكون متخصصا في مجال الأطفال فيجب أن يكون في داخلك الطفل ينمو باستمرار، أن يبقى خيالك خيال طفل، لأنه خيال الطفل مجنح، خيال ضخم لا يرتبط بقوانين الطبيعة. الطفل يستطيع أن يحلق ببساط علاء الدين، أنت تحلق بالطائرة المربوطة بالجاذبية الأرضية. خيال الطفل الكبير. أتومك بيتي جاهزة، أتومك بيتي فتاة المجرة، سنحرر العالم اليوم. وكنت عاملة شخصية أتومك بيتي برضو. أتومك بيتي مسلسل قعد سنين كتيرة الحقيقة، لأنه كان حوالي 3-4 أجزاء، فكنت أنا اللي بخرج الدوبلاج وكنت بعمل الشخصية الرئيسية اللي هي بيتي. بيتي كانت بتحارب كائنات أخرى والكواكب والمجرات، وكانت هي اللي بتدافع عن الخير في المجرة. الحقيقة أنا فضلت حتى بعد ما دخلت معهد سينما وبدرس دلوقتي معهد سينما، وأخرجت حاجات مختلفة، أخرجت برامج أطفال وأخرجت أغاني وإعلانات، لكن فضل الدوبلاج. كل ما أقول لا خلاص أنا عايزة أوقف دوبلاج، كفاية أنا دي شغلانة بشتغلها من وأنا طفلة صغيرة، إلى أنه هو مش عايز يسيبني. يعني الدوبلاج مش عايز يسيبني. أعمال كتير مثل جراندايزر اللي أخذ شهرة كتير في العالم العربي، الطفل يشاهد جراندايزر ويتعشق قصة جراندايزر وبطبيعة الحال يصبح هناك تآلف ومحبة لهذا الصوت الذي يجسد جراندايزر. حددت جراندايزر لأنه فعلا هو من الأعمال الكرتونية المهمة جدا اللي تركت أثر كبير في نفوس الكبار والصغار. في أصوات كثيرة جدا تربينا عليها كانت معلمة معانا، كابتن ماجد، ماوكلي، حتى في الجداد محمد هنيدي كان عامل طفرة كبيرة جدا، ومن وراها ناس كثيرة جدا بقت تتفرج على ديزني بالعربي. في أصوات كثيرة في النمر المقنع، مازنجر. إذا ما علمت أن الأطفال بالشوارع كانوا هم من يقلدون الشخصيات التي نلعبها، يعني عندما تسير بالشارع تجد أبطال ملعب خذ هذه، وكان يسعدني أنهم يتحدثون بالفصحى. ويؤسفني في هذه الأيام عندما تطلب بعض المحطات باللهجة المحكية المحلية، ما الذي يجمعنا كعرب سوى اللغة العربية؟ لازم الأطفال تفضل تسمع لغة عربية بسيطة. أنا ضد إن الأطفال فجأة وهي بتستخدم لغة عامية طول الوقت تروح مقدم لها لغة عربية مقعرة. لكن مصر يسمعوا خليجي على شامي على، يعني اللخبطة دي لا طبعاً، ده بيلخبط الولاد كمان ساعات. جراندايزر أفضل
أن أتناوله من ناحية اللغة أولا. عندما الطفل يعشق عمل ويشاهده مرارا وتكرارا وهو يسمع اللغة العربية، اللغة الفصيحة، اللغة التي حاولنا أن نتناولها بكل المعايير الدقيقة، كنا مخلصين إلى حد بعيد في لفظ اللغة الدقيقة، اعتمدنا على أساتذة كبار، دربنا على أيديهم وأدينا الأعمال الإذاعية والتلفزيونية، وإنما سأتناول الكرتون بشكل خاص. وعندما سألنا قاهرة وحش فيجا عن قدرة أفلام الكرتون العربية على منافسة نظيرتها اليابانية أو الهوليوودية، تنهد دوق فليت بعمق. هناك أكثر من محاولة، وأتمنى ألا تتوقف المحاولات، لأنه لابد أن نصل إلى المستوى المطلوب، إلى المستوى الذي ينافس الأعمال الأجنبية. لا يستطيع منتج خاص أن ينفذ عمل قوي جدا كما ينفذ الأمريكان وينفذ، لأنه يكلف ملايين. أنا برأيي كان على جامعة الدول العربية أن تنبري لإنتاج مثل هيك أعمال، أن تجمع المال وتنتج لتزرع في أبنائنا المفاهيم العربية الأصيلة. وهكذا نأتي إلى نهاية تقريرنا لهذا الأسبوع على سكاي نيوز عربية. من الشرفة سكاي نيوز رمضان اليوم.